بتاريخ 27/12/2021 أقرت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قانون منع التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي والمعروف بقانون فيسبوك. بسعى هذا القانون لتنظيم إزالة الحكومة الإسرائيلية للمحتوى أو تقييد الوصول إليه على المنصات الإلكترونية عبر تفويض قاضي المحكمة المركزية لإصدار أمر قضائي بتصنيف المحتوى على أنه بيحرض على العنف أو الإرهاب، وبالتالي إلزام أي ناشر محتوى أو مالك أو مسؤول لموقع إنترنت أو تطبيق بإزالة المحتوى عن الموقع أو التطبيق. سياق الفلسطيني، هذا بشكل تهديد حقيقي لحرية التعبير للفلسطينيين والمعارضين والمعارضات للحكومة والاحتلال الإسرائيلي، وبساهم في فرض نوع من الرقابة الذاتية على المستخدمين والمستخدمات على مستوى اختيار الكلمات، طريقة الخطاب عبر الفضاءات الرقمية. هذا ممكن يدفعهم للعزوف عن المساحات الرقمية خوفاً من الرقابة والمحاسبة. لتعرفوا أكثر عن هذا القانون، اطلعوا على ورقة الموقف الموجودة على موقعنا حملة تويتر.